يلا خذوا مكانهم. بفضل الله وبفضل هؤلاء وبسواعد الرجال الشرفاء من أبناء الجوبة والجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبالإسناد من المقاومة وطيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تم استعادة بعض المناطق من أيادي الميليشيات الحوثية الإجرامية في منطقة الجوبة. وبفضل الله وبفضل هؤلاء الرجال المخلصين سوف نتحرهم ونرفع علم الجمهورية كما قال الزعيم عبد الرب منصور هادي في جبال مران، ونحن قادمون يا صنعاء، قادمون يا البيضاء، قادمون يا ذمار.